أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات المباركة من سورة الحجر تبين جانبا ضئيلا فقط من نعم الله سبحانه وتعالى، وتشير إلى صفتين مهمتين من صفات الله أو من أسماء الله الحسنى: الحكمة والعلم. عليم بكل شيء، خبير بكل شيء، علمه لا متناهي. هذا العلم مقترن بالحكمة أيضا. ممكن واحد يكون عالم بأشياء ولكن مو حكيم. الحكمة شنو؟ الحكمة أن تضع كل شيء في مكانه الصحيح المفيد للبشر. يعني إحنا موضوعنا حول البشر، لأنه بعدين بكرة إن بقينا أحياء إن شاء الله نتكلم حول خلقة الإنسان وقضية آدم وما شابه. فالحكمة عندما تقترن بالعلم هذا شيء فريد ليس له مثيل، والحكمة أيضا تستند إلى العلم، لأن الحكيم الذي يعلم مصالح العباد يجب أن يعلم، شوفوا شنو قلنا، يعلم مصالح العباد، فبعلمه بمصالح العباد يأتي كل شيء في وقته. هذا إشارة إلى آيات التي قرأناها في الليلة الماضية. أولا قلنا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقلنا أن الخزائن جمع الخزينة، أي الذي يخزن فيه، ليس بمعنى أن الله محتاج أو خائف والعياذ بالله حتى يخزن أشياء بعدين يجيبها. خزائن يعني مقدورات الله، كل شيء يقدر عليه الله ويقدر على كل شيء، إنه قادر على كل شيء. هذا معنى الخزائن، مو الخزائن اللي احنا نستفيد منها، بس خزائن القدرة أفضل كلمة، خزائن القدرة. طيب شلون تجي؟ ننزله وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا يناسب موضوع الحكمة أيضا،
لأن ممكن واحد عنده ثروة مثلا يعطي من دون حكمة، يصرف من دون حكمة، من دون مصلحة، يؤذي هذا، حتى يؤذي أولاده أيضا، يؤذي أولاده أيضا، يعطيهم بشكل إسراف مثلا، هذا ما يفيد. الذي يفيد هو أن يقدر المعيشة. الله حكمته مطلقة مستندا إلى علمه المطلق بكل شيء، فلا ينزل من خزائنه إلا بقدر معلوم، وأنه بخيل والعياذ بالله، بمقدار حاجة البشر ينزل، بمقدار مصلحة البشر ينزل، حتى في الرزق. هذه الآية عامة، مو فقط في المطر ولا في الهواء، نعم الله كثيرة حتى في الرزق. إذا شفنا واحد رزقه مضيق والثاني رزقه موسع، حتما له حكمة، حتما له حكمة. يمكن نفهم بعضها، يمكن ما نفهم بعضها. ففي كل شيء وما ننزله إلا بقدر معلوم. طيب، هذه قرأناها في الليلة الماضية. الليلة يشير الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المكية، سورة الحجر، إلى نعمة كبيرة جدا، أو نعم كبيرة وعظيمة، مسألة الرياح ومسألة المطر. خب، قديما الفلكيون كانوا يتصورون أن هناك، طبعا مو الأئمة سلام الله عليهم، الأئمة سلام الله عليهم والأنبياء عليهم السلام كانوا يعلمون هذه الأمور بتعليم الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الفلكيين كانوا يتصورون أن هناك خزائن، ويمكن كانوا يستفيدون من هذه الكلمات، في السماء تأتي بالأمطار. الروايات والآيات القرآنية لا تقول هذا، بالعكس تقول بما يقوله العلم الحديث، يعني هو اكتشف قبل أن يكتشف العلم الحديث، أو صرح به قبل أن يصرح به العلم الحديث. الرياح والسحب والمطر، هذه ثلاثتها متلازمتان، متلازمة عفوا، مع بعض. كل يمكن أشياء ثانية أكو إحنا ما ندري، بس إحنا هذا اللي مذكور في الآيات هذه، وإلا هواي أشياء أكو. البحار والمحيطات مياهها تتبخر كما قرأنا في الثانوية، وكما أشار إليها الكثير من الروايات، تتبخر المياه وتصعد إلى السماء، شنو يصير؟ سحب. السحب تحتاج إلى لقاح أيضا، عجيبة هذه، مو لقاح النباتات، اللقاح في النباتات شيء وفي السحب شيء آخر. طبعا في هذه الآية قبل أن أشرح المفسرون اختلفوا كعادتهم، الآن أقول كعادتهم، أتحسر يعني أنه ليش كثير من رواياتنا وأحاديثنا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة ضاعت أو ضيعوها. إذا ما كانت ضايعة هذه الأحاديث كان لنا مخزون عظيم من التراث العلمي الإعجازي العظيم. هذا الموجود الآن إخواني، شنو عندنا؟ أفرض عندنا الكتب الأربعة، السنة عندهم مثلا الصحاح، إحنا عندنا البحار، بحار الأنوار، عندنا هذه الكتب الحديثية في تصوري حسب ما أفهم يعني وأقرأ في التاريخ، أن هذا جزء بسيط جدا جدا بسيط من التراث النبوي ومن التراث العلوي ومن التراث الحسني والحسيني إلى آخر، تراث الأئمة. كثير منها ضاعت واندثرت
أو سرقوها إلى الخارج. يمكن أحد أصدقائنا يقول في كثير من بلاد الغرب أكو مخطوطات خاصة في مكتبة الفاتيكان ومكتبات في بريطانيا اللي أنا رحت زرت بعضها في سفرة. طبعا ما يخلوك تروح إلى المناطق المحظورة حسب تعبيرهم، أكو مناطق في المكتبات أنت ما تقدر تدش فيها يعني تدخل، لأن هذه تراث قديم، يخافون مثلا وحتى ما يخلون يتصور أيضا. هذا شنو بيها؟ فيها كثير من الكتب التي سرقت أو بيعت، وعندي أدلة عليها كثيرة الآن مو وقتها، فقط إشارة أشرت أن كثير من تراثنا ضاعت أو ضيعت أو سرقت أو احترقت، حرقوها يعني. اقرأ التاريخ شوف، فلان عندما أتى إلى بغداد جعلوا الكتب الثمينة التراث في نهر دجلة حتى صار النهر أحمر من اللون، لأن ذاك اليوم الكتب شنو كانت تكتب؟ بالحبر، فلما خلوا هالكتب لون النهر تغير. شوف ايش قد رامين كتب، شنو كانت تذني؟ وهكذا هذا الذي بقي، هذا الذي بقي أورث الاختلاف. ممكن تقول ليش انتم دائما لما تقرون في الآية تقولون اختلف المفسرون؟ وش نسوي؟ ما عندنا تراث إلا القليل، فلا تستوحش يعني. إذا رأيت أن عالما فقيها مع فقيه آخر يختلف في مسألة، ليش تستوحش؟ علمه محدود، هو مو معصوم، والمعصوم غائب أو مغيب عن أنظارنا، عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه. حتى نرتاح بعد ضجنا. خب هذا الذي موجود، هذا الموجود الفقيه يجي يستنتج منها فيخلص إلى نتيجة. كذلك في التفسير إخواني، فأنا كثير يسألوني ليش تقول أنه اختلف المفسرون؟ اختلف المفسرون بعد، هذا الذي وصل إليهم علمهم المحدود الضيق. بعض قالوا لواقح، وأرسلنا الرياح، وأرسلنا الرياح لواقح، ما له ربط بالمطر أصلا اللي يجي بعدين. شوف الآية شو تقول، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. أتصور هذا التفسير شوية فيه نظر. ليش؟ لأن أكو فائدة تفريع. مرة أنت لا تلحق، الإخوة العلماء يعرفون هذا الشيء، إذا ألحقت جملة بجملة سابقة فرعتها عليها بفاء التفريع يسموه، فيجب أن تستنبط معنى يرتبط بينهما، وإلا فاء الترفيع شنو؟ شوف الآية شو تقول، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا. شنو تفهم من هذه؟ تفهم أن فأنزلنا إلا ربط بلواقح. فالتفسير الأول في تصوري غير صحيح. التفسير الأول شنو كان؟ لواقح يعني النباتات، ما له ربط بالمطر. اللواقح لقح النخلة لقحا. عجيبة، انتوا شايفين النخل؟ لا، لمن يلقحوه، انا شايف في العراق. اي وضع اللقاح، اللقاح غلط بالفتح، اي وضع اللقاح بفتح اللام، وهو طلع الذكور من النخل على الإناث، زواج شرعي أكون. صاحب النخل، صاحب النخل يجي، إما هو أو عامل يجي بيصعد الشسمة النخل، يأخذ من طلع الذكور يجعله في الإناث. سواني خلي، ما أدري بعد، ما رحت فوق أشوف أنا، بس شفت أنه يسوون هذا الشيء. شيخنا يمكن يعرف أكثر. على الإناث حتى شنو؟ لتحمل. عجيب، يعني مثل البشر.
وكثير مو كثير كل نباتات الشكل. النخل هو ما يروح، الطلع اللقاح اللقاح ما يروح، هو انت لازم توديه تخليه. اما بقيه النباتات شو يصير؟ من الرياح تصير هبوب، الرياح تاخذ اللقاح من الذكور وتجعلها في أنجا، إيه في الإناث، هذه تحمل فتصير شنو؟ تصير وردة مثلا، تصير زهرة، تصير نبتة، كلها. قضية الزوجية عجيب في كل النباتات كما البشر أكو زوجية، وبعضهم قال حتى في الجمادات أكو زوجية. الآن دي يحاولون يكتشفون هذا الشيء، أنه حصوة وحصوة تتزوج مع بعض لو لا، تربة مع تربة، دي يفكرون بها يعني، يقولون حتى هذا ممكن أكو. المهم في النباتات حتما. فبعض المفسرين، لأن علم المفسرين محدود وما جاي رواية، يقول لواقح إشارة إلى النباتات. خب هذا خلصنا منه. التفسير الثاني اللي هو أصح في تصور القاصر، طبعا أنا ما عندي جرأة أن أقول حتما هكذا، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا، شوفوا الفاء يسموه فاء التفريع، يعني هذه الجملة أنزلنا فرع على جملة أرسلنا الرياح لواقح، وهذا أيضا في العلم الحديث ثابت. نبدأ من الأول، من المحيطات تتبخر المياه وتصعد فوق تصير سحب، داخلها شنو؟ داخلها كميات من المياه، تريد هذه تنزل، تقدر تنزل وحدها؟ لا، إلا بالرياح. كأنه هذا تشبيه طبعا، هذا يمكن في اليوم يجي، يمكن ما أدري، يمكن في اليوم يجي العلم الحديث يبين أنه أيضا هناك مزاوجة أكو بين سحابة وسحابة، يمكن، أما إلى الآن ما ذاكرين، حتى عندي كتب علمية راجعت شفت ماكو. الرياح تأتي وتثير هذه السحب، تعمل به فعاليات عجيبة، هذه تتحول إلى أمطار وتنزل الأمطار بقدرة الله سبحانه وتعالى، وانت قاعد مرتاح يجيك المطر، ما تدري انه آلاف المعادلات العلمية والطبيعية والفيزيائية والكيميائية اشتغلت بقدرة الله سبحانه وتعالى وبربوبيته. كم مرة نقول كل سنة؟ الخالقية شيء والربوبية شيء آخر. الله خلقنا وخلق كل شيء وراح قعد والعياذ بالله؟ لا، الله خالق ورب، يعني من أول خلقة أي شيء إلى موت ذلك الشيء الله رب، يعني يربي، يلاحظ، يدير أمورنا. يعني أنا الآن قاعد هنا، أرفع يدي، أضع يدي باختياري، ولكن بالاختيار الذي أعطانيه الله، والآن ده يعطيني الآن في هذه اللحظة، في كل لحظة، هذه يسموها الربوبية بتفصيل ما علينا. فالآية تشوف أنه أكو ترابط بها، يعني أنزلنا مع اللواقح إلى ترابط، بس بشكل تشبيه، يعني الرياح تجي تسوي تزاوج في السحب كأنه، ويمكن واقعنا ماكو، احنا ما ندري، سحابة وسحابة تتزوج بعدين يصير منه مطر ينزل، لأن قلنا كل شيء زوجية بها، يمكن هذا فيها زوج، بس إلى الآن ما ثابت. تشبيه، كما أن الرياح لواقح وتأتي باللقاح من الذكر إلى الأنثى، كذلك هذه الهبوب، هذه الرياح تهب وتثير السحاب، والسحاب تمطر وتسير وتصير مطر عندنا.
واضح؟ إذا واضح سووا صلوات. نرجع إلى الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرسلنا، إحنا الله يقول إحنا ننذز، من يقدر يقول أن الرياح بيدي؟ منو؟ أي قدرة يقدر يقول؟ أبدا. وترى الرياح عجيبة، في رواية شفت أعتى جنود الله، أعتى يعني أقوى، أعتى جنود الله والريح. الريح ما جاية حتى نشوف شو تسوي، شوية إذا اشتدت سرعة الرياح ما يبقى شيء على الكرة الأرضية. هذه الجبال اللي قرينا البارحة حول الرواسيب، من فائدتها، من فوائدها شنو؟ تعدل حركة تيارات الهواء. الغابات، الأشجار وهكذا، هذه في منظومة غريبة أصلا في الكون، شوية شوية دا يكتشفوها، ولكن الإيمان ضعيف. وأرسلنا الرياح لواقح، تشبيه كما أن الرياح في النباتات تلقح، كذلك في السحب. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم، أيضا فاء التفريع، احنا سقيناكم. إذا سنوات في إيران كان جفاف، تذكرون بعد أو سمعتم، خاصة في منطقة خراسان حوالي 10 سنوات نحن كنا نعاني الجفاف، حتى أعداؤنا من رجل بأسماء من برا كانوا يعيرون، يقولون يجي يوم أنتم تحتاجون إلى قلاص مي، إحنا نعطيكم عود نبيع لكم. اليوم شنو صار؟ أتت بعدين قالوا بس بعد الله ما نريد بعد. طبعا صارت خسائر، ولكن بالنتيجة المياه الجوفية امتلأت، البحيرات امتلأت. أنا قبل ما أجي رحت إلى منطقة سرخس، قلت للأصدقاء لبناء مسجد قريب أفغانستان، أكو مثلث اسمه مثلث سد دوستي، يعني سد المحبة. ليش محبة؟ لأنه كم سنة قبل فلان راح هناك اتفق مع تركمانستان وأفغانستان، وهو إيراني بعد، وزير أو مدري رئيس وزراء كان منه، فسووا سد. رئيس السد استقبلنا وراوانا كل مكان، قال سيدنا احنا قطرة ماي ما كان عندنا هاي 10 سنوات أو أقل، قال الآن أنا شفت إلى 25 كيلومتر أمشي، مشينا بالسيارة الماي، ماي السد كان بين الجبال والحمد لله. خب نرجع إلى كلامنا، من يسقينا الماء؟ الله سبحانه. في القرآن إخواني هذه ملاحظة أنا أكررها كل سنة، الأمور الطبيعية نحن لا ننكرها، مو بس تقول لهذول الماديين يقول هاي طبيعة، ما يخالف طبيعة، بلي قوانين طبيعية، نعم قوانين طبيعية نؤمن بها، الطبيعة هي التي تعمل. بعد شوية شوية يقولون الطبيعة إله، إحنا العلماء يقولون لا مشاحة في الأسماء، يعني النزاع ما حد ما عندنا حول التعبيرات اللغوية، أنت سميه طبيعة إحنا نسميه الله، بس أكو قدرة، أكو شيء موجود قادر عالم خبير رب يعطي كل هذه الأمور في الكون، هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تشوف في الآيات تقول إحنا سوينا، أأنتم تزرعونه أم نحن؟ ممكن واحد يقول ربي إحنا نزرع. الفلاح يروح يزرع صحيح، يخلي البذرة ويطي ماي، ولكن بس هذا البذرة من خلقها؟ من خلقك أنت أيها الزارع؟ أنت المزارع، من أعطاك القوة حتى تمشي من بيتك تروح إلى الحديقة وتخلي البذرة؟ بعد من جاب المطر؟ من جاب الماء؟ من جاب الشمس؟ أشعاعات الشمس؟ الهيدروجين؟ الأكسجين؟ أنا هالأشياء ما أعرفها هواية، طبعا قاريها ناسيها،
خب شنو هذا؟ هذا كله من الله سبحانه وتعالى. ويقول فأس دائما يسير إلى نفسه حتى العبد المسلم يتواضع شوية. التعبد في التواضع، أنا مشي، لأن العبد البشر هالشكل، إن الإنسان لا يطغى أن رآه، يعني رأى نفسه، أن رآه استغنى. يفشوف أنا يا أنا، لحظة واحدة ربوبية الله تنقطع منا ورحمته منا، كل شيء ما عندنا. ولذلك واحد يموت بعد، يشوفه بطل ده يمشي مصارع، بعد لحظة يوقع يموت، معناته أنه مو كل شيء بيدك. الإشارة إليه سبحانه وتعالى، حتى تعرف، حتى تزداد معرفتك بالله، معرفتنا بالله. وإن وأرسلنا، أول شيء يقول، بعدين أنزلنا، بعدين أسقيناكموه، كل إرجاع إلى الله سبحانه وتعالى. وما أنتم له بخازنين، أنتم تخزنون هالأمور، يعني من يدعي أنه أنا أخزن المياه في السماء بعدين أجيبه إلى الأرض، أو أنا أخلي اللقاح، ما حد يقدر يقول هذا الشيء. أو إشارة إلى أنه وما أنتم له بخازنين، يعني حتى جريان المياه في البحار، في الأنهار، في المياه الجوفية، في الآبار أيضا منا، إحنا نوديها إلى هذه الأمور. بعدين رأسا من التوحيد ينتقل القرآن، شيء عجيب أصلا، هو طبيعي عجيب، معجز لا يشبه الكتب العادية العلمية التاريخية أبدا. الآن ده يتكلم حول التوحيد وقدرة الله، رأسا يروح إلى المعاد، وإنا لنحن نحيي ونميت، حياتكم بيدنا، مماتكم بيدنا، ونحن الوارثون، الكل يموت ونحن نرث كل شيء. يعني شنو؟ يعني لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أيضا خلاف في هذه الآية، بعض يقول المستقدمين يعني الذين قدموا الخير، بعض يقول الذي يستقدم أجله، يعني اللي يريد يموت بسرعة، والمستأخر هو الذي يريد تأخير أجله. أتصور العبارة هكذا، والله هو العالم، نحن نعلم القدماء والمتأخرين الذين يجون، يعني نعلم كل شيء. ولقد علمنا المستقدمين منكم الذين كانوا، ولقد علمنا المستأخرين اللي يجون بعدين، يعني العلم المطلق لله سبحانه وتعالى. بعدين شو يصير؟ هاي الهوسة، وجينا وأكلنا وشربنا ونمنا ونكحنا إلى آخره، بعدين شو يصير؟ وإن ربك هو يحشرهم. يا رسول الله لا تجادلهم، ذرهم، الله يحشرهم جميعا، يعني إشارة إلى يوم الحشر. إنه حكيم عليم بحكمته وبعلمه، كما أشرنا في أول البحث أن الله عليم ولكنه أيضا حكيم. العلم إذا تقارن مع الحكمة يعطي ثماره، هذا الثمار اللي تشوفه، كون، شمس، قمر، أشجار، بحار، مجرات، هذه بحكمة الله وعلمه. صلوا على محمد وآل محمد. الموعظة الأخيرة عن أمير المؤمنين سيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق بأن لا ينزل به مكروه أبدا. من منا ما يريد هذا الشيء؟ حتى الكافر، إحنا مؤمنين الحمد لله. حكيم أخذ حكمته من الله، أمير المؤمنين ده يعلمنا أربعة أشياء إذا إحنا عملنا بها أي مكروه لا يصيبنا. والله زين هذا،
كل البشر يريدون يدورون على هذا الحل. الإنسان عادة في حياته يخاف من المكروه. مكروه يعني شنو؟ يعني في الشيء يضره، في الشيء يفسد حياته. إذا مؤمن يفسد حياته الدنيوية والأخروية. يا أمير المؤمن علمنا، من استطاع أن يمنع نفسه، هاي المشكلة. أمير المؤمنين يعطي درس، ولكن التطبيق بيد من؟ بيدنا. إحنا لازم نمنع أنفسنا عن أربعة أشياء. إن عملنا هذا الشيء فهو، يعني ذاك الإنسان الذي يمنع نفسه من هذه الأشياء الأربعة، خليق، يعني جدير أن لا بأن لا ينزل به مكروه أبدا، ما ينزل بعد. الله أكبر. قيل يا أمير المؤمنين وما هن؟ شنو هي؟ كل إنسان يشتاق يتوق إلى أن يعرف. قال عليه السلام: العجلة. أولا، العجلة إخواني مو معناته أنه لا يستعجل في البشي فقط، لا يستعجل في السياقة، حتى لا يستعجل في اتخاذ القرارات. فلان وفلان عندهم نزاع، رأسا يقرر أنه أنا زعلان وياه بعد، أبدا. الزوج مع الزوجة، الزوجة مع زوجها، طبيعي تحدث بعض الخلافات، بسرعة لا يتخذ قرار الرجل أو المرأة. الصديق مع صديقه، التاجر مع شريكه، العامل مع صاحب العمل، صاحب العمل مع العامل، في كل شيء يأتي هذا. عجلة مو معناته الركض اللي تستعجل. ذاك مزين، في اليوم أنا في كربلاء كنت أروح من المدرسة الهندية إلى مدرسة باتكوبة، تذكرون خو؟ فأركض ليش؟ حتى ألحق للدرس. ماكو وقت، أكو 10 دقائق فاصل بين درس ودرس، نخلص هذا الدرس نركض. الله يرحمه، في السيد من بيت الشهرستاني في كربلاء، محمد صالح كان اسمه، أحسنتم، أبو سيد محمد علي وذولا، الله يرحمهم كلهم. قال لي: سيد محسن، سيد محسن تعال. قلت: نعم. هسه أنا مستعجل، مستعجل بعد، عجلة، أريد أروح. قال: ليش بيك تركض؟ استوى، كنت معمم أنا، يعني عمري مثلا 13 سنة 14 سنة. قال: ليش بيك؟ قلت: عندي درس. قال: لا، لا يناسب المعمم يركض بالشارع. لازم تكون لك وقار. بقت هذه في ذهني، فحتى في هذا لا يستعجل. لسه شوي، نص دقيقة يتأخر ما يخالف، طبعا لازم حسب الموعد يوصل. فالعجلة يأتي، العجلة تأتي، هذه الصفة المذمومة تأتي في كل شيء. أنا فكرت العجلة في حتى العقائد تجي. العقائد شلون؟ واحد يفكر هو يفهم، فيستعجل في اتخاذ قرار عقائدي حول التوحيد، حول الإمامة، حول المعاد، حول النبوة. لا تستعجل، أقعد مع العلماء يمكن تفهم أكثر. يعني في كل شيء يجي هذا. وأول ما تقرأ كلمة العجل يقول الأمير المؤمنين شنو قال؟ ما قال في شيء مهم. لا، شيء واي مهم هذا. لا تتخذ قرارات عجولة سريعة، تأني شوي. هاي وحدة. والثاني شنو؟ اللجاجة. الله، اللجاجة توقع الإنسان في نار جهنم، أصلا في نار جهنم. يرى الحق ولكن النفس تأمره أنه لا تقبل. بكرة إن شاء الله إن بقينا أحياء نقرأ قضية إبليس لعنة الله عليه، هذا العدو الشرس أبعده الله عنا. شنو ودى لهالداهية؟ اللجاجة. إذا رأيت الحق واضحا صريحا ناصعا أمامك، ليش تسوي؟ ليش تصير لجوج؟ هاي اثنين. هسه احنا لا سوينا عجلة ولا سوينا لجاجة، نقبل الحق، مو مستعجلين، صرنا أوادم. أنا أقول عن نفسي صرنا مؤمنين. يجي شيء آخر، شنو؟ العجب. يقول: أنا خوش خطيب، ها هو يفكر مع نفسه.
وشوية الناس يحترمونه نفكر في شيء، ترى ماكو شيء كله ينتهي. أو العالم يفكر نفسه هواية مهم، أو العابد، أو اللي مسوي مؤسسة خيرية، أنا مسوي مؤسسة خيرية شنو مسوي مؤسسة؟ الفقر دا يكتسح العالم، أنت كم واحد الشكل جاي هناك تساعدهم؟ أو فلان أعطى 1000 دينار للفقراء أو للإطعام، لإطعام الفقراء، يعجب يعني يصير عجب عنده. وبعض الأوقات العجب جدا دقيق، يعني ما تفهمه بسرعة، يعني يدب دبيب النمل إلى نفس الإنسان، استجير بالله عجيبة. بعض الأوقات يظهر هذه الحالة، تظهر يقول أنا ما أريد أمدح نفسي، ولكن إحنا سوينا كذي وكذي وكذي يعني شنو. فالثالث العجب، الرابع التواني، التواني مقابل العجلة. مرة واحد يستعجل فيتخذ قرارات غير صحيحة، مرة وصل إلى الحق يتواني أو يتوانى. يعني مثلا صار أيام الحج، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يسر وعافية، طبعا صاير أيام الحج ومستطيع، يتوانى عن أداء الواجب، صار الصبح يقدر يقوم يتوضأ ويروح يؤدي صلاته في أول وقتها، يتوانى. يقدر يروح يسلم على أبوه على أمه إذا هم أحياء، أو يزور قبورهم، يتوانى. وهكذا التواني يأتي في عمل الخير الذي استقر وجوبه أو استحبابه. العجلة في أشياء اللي بعدك أنت مو واضح عندك ليش تستعجل، فهذا ماكو منافات. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، كل كلامك حكمة. نكرر، من استطاع أن يمنع نفسه من 4 أشياء فهو خليق أن لا ينزل به مكروه أبدا. قيل يا أمير المؤمنين وما هن؟ قال عليه السلام: العجلة واللجاجة والعجب والتواني. اللهم ارزقنا فهما وعلما لنستوعب كلام قادتنا وأئمتنا إن شاء الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله 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 الله.